حبايبنا السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل وصفه لحمه جديده وحلوه قوي. هي مش جديده قوي يعني، بس بصوا انا مطلع بس لحمه تفك. هعمل النهارده عرق لحمه فيليتو. الفيليتو طبعا معروف ما بياخدش سوا كتير على البوتاجاز، بياخدش توابل كتير عشان حته لحمه تفضل محتفظه بالعصاره اللي فيها، وكمان تفضل محتفظه بطعمها. ملح كتير، ملح وفلفل بس، طابل كتير لا، ملح وفلفل بس. وممكن نطعم بحته زبده، حته ليا. طيب هنطلع العرق يفك يفك، وكده بقى ايه نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده منديل اهو، ده مندول كندوز طلعته من الفريزر، كنا بس على جنب. حلو، انا عايزه الخامه عشان الف عليها. بصوا بقى عندي فلفل وملح، وعنده طبعا عرق الفليتو. بس الفليتو طبعا معروف بيكون فيه شويه دهون كده على شويه حبشتكنات على شويه حاجات، فطبعا انا هشيل الحاجات الزياده اللي فيه، بس مش هرميها طبعا، هحطها في الطبيخ. كنت طبخ حاجه كده في مره، هشيل بقى كل الحاجات الزياده دي اللي فيها. بصينا على النبي كده، ده عندي في الفريزر بقاله بشهرين ساعة ما كنت دبحة لغاية النهاردة. فكرة يا جماعة، صلاحية الفراخ واللحمة في الفريزر 6 شهور، مجريهاش حاجة. كله بقى شايفين من عند الحتة الزيادة كده اهي، بس كفايه كده. الصلاة على النبي كده، على جنب مش هرميها طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على رسولنا الكريم. دوبها يجي كده، دي تيجي اهو حلوه قوي كده اهي. ايه تخينه من هنا كده، عايزين ايه ندق التخين ده كله نفردها على الاخر. انا هاخد كده كفايه كده، كفايه دي الباقي هشوف الفريزر. امسك كده غسله، غسله حلوه ونكمل. غسلتها غسله حلوه اهو، الحته التخينه خليتها عشان هقصها مش هحطها، كفايه مش عايزه حته التخينه فيه. اديله ايه بقى؟ ملح، فلفل، ونجيب العرق بتاعنا اهو، فلفل برضو، ملح، نظبطه كده ونقرط. عايزين نقرط عليه تقرطه حلوه كده، نقرط كده ونقطع من الاول هنا كفايه كده اهو، دي حته تخينه احنا مش عايزينها. كل الزياده ده بس كده حلو كده اهو، من عندي فوق كده اهو مش ماسكه الخله كده. كنت عايزه خله اصغر من كده بس ما فيش، مش مشكله عشان نقطعها حلقات وهنشويها حلقات، بس الخله كبيره. يا اما اقصر الخله شويه، يا اما احط في الواحده قطعتين لحمه. عايزينها تبقى رفيعه، مش عايزين الحتت اللحمه تبقى تخينه. هنجرب كده، دي هتبقى تخينه، نجيبها على الطرف كده شويه كمان. هتبقى كده، احنا بقى عايزين نحط حته تحتها كمان كده اهو، ندخله هنا تاني اهو، ناخد لها حته كمان. بسم الله،
اهي بالصلاة على النبي، كل سيخ في قطعتين اهو. حلوة قوي اهو، ونقطع كده، والسيخ دي كلها ارجع احطها من الاول تاني، احط في كل سيخ حتة كمان، نزق دي كده لورا، نغرزها هنا كده تاني اهو، نعديها نقطع لها حتة كمان، اخلص الكمية كلها بنفس الطريقة. السكينة بس مش مساعدة، بس اهي على مين عملناها اهي، اتمنى تبقى كده ايه رأيكم؟ حلوة اوي كده، كفاية دول، دي بقى عشان في الفريزر عشان خاطر انا مش هعمل دول كفاية، بقينا نعمل على قد بزيادة حتتين تاني ولا حاجة، كده كده انا اصلا واحد تحسه كده مبقاش ليه نفسي ياكل حاجة والله، فلفل كده اهو، تاخد فلفل وملح بس، دي طبعا ممكن تتحط على الجريل او على الفحم، فانا هركنها في التلاجة ونص ساعة كده ساعة الغدا اشوف بقى جريل ولا فحم، هشوف انتوا بقى طبعا معانا ومتابعينا هتشوفوا هتكملوا معانا. بصوا على النبي اهو، بس انا نفسي اكل لوبيا ام عين سودا، فبسلقها اهي، بس حطي اللحمة دي في التلاجة كده اهو، بصوا بسلق لوبيا اهي عشان اعملها، دي في التلاجة لما تيجي تشبه ولا هنا. جهزت الجريل اللي هعملها عليه، حطيت فيه شوية زيت وحتة ليا صغيرين، وانا طبعا كنت جهزت الرز اهو، وانا عملت اللوبيا هنا، اللحمة دي الحتت اللي هي كانت باية من العرق اهي، انتوا عارفين حتة الفريسكو بيحط وقت في التسوية، ناخد بالنا بس بيقول هنا على اللحمة دي، بيقول على اللحمة دي الحته الباقيه جنبيها، كلهم فيها وقت، حمار براحتها لحد ما غرس الرز واللبن. هو ده بقى المشمر، ان حته الدقيق مثل تتشمر عن اللحمه كده، الناس اللي ما تعرفش المشمر هو ده. بصوا بقى اللحمه اهي، نسيب بقى الحته كده اطلعها من الخلة كده، بصوا دايبه، بصوا انا فاكر ما عملتها، بصوا عايزه اوريكم حته بس، شايفين؟ انا هسيبها عشان تفضل محافظه على الشريط بتاعها، هو من التشميله بتاعته دي، بس اللحمه اللي مالها اهي، حلوه قوي، شايفين جمالها؟ مستوي من جوه حلو قوي، كفايه بقى دقيقتين كمان وبعد كده هتشيلها، كده اللحمه دي كانت اسهل طريقه ليها واحلى طريقه، لازم تجربوها بالطريقه دي، دقيقتين بقى وتشيلوا وغلوا الفكره بعد كده.